بسم الله اللي عمل الماسنج بروح للماسنج اند سايت امبلس ماس واكتب اسم الماس اللي انا عايزها، بيطلع الادوات ديت، اما ان ارسم باللاين او بالارك او بالحاجات ديت الادوات البسيطه، او ممكن اقول له بكلاين لو عندي الشكل موجود، بس اراعي ان الشكل في الاخر يبقى مغلق. تمام، ممكن استخدم اللاين، هبدا ارسم. تمام، بيقول انت عايز ترسم في انهي ليفل، ممكن ارسم في الليفل الثاني او الثالث. عندي هنا تشين، دي على اساس ان الشكل يبقى مغلق، يعني لما انا بستخدمه بلاقي ان انا الخط مكمل معايا. لو انا شلت العام من هنا، ان اول ما في الخط الامر خلص ومضطر ان انا احدد نقطه هبدا بيها، فالافضل ان انا اكون معلم على تشين طول ما انا شغال. تمام، يعني اقول له تشين، ممكن ارسم على طول مستطيل او مربع زي ما انا عايز. انا ممكن اقول له مثلا عايز ارك بالشكل دوت، عدت اول نقطه وتاني نقطه وابدا اخد القوس حاجه بالشكل دوت. تمام، عايز اخليه يعمل سناب، هدوس اس اي اللي هي سناب اند بوينت، واروح واخد القوس بتاعي بالشكل دوت، هدوس رايت كليك عشان اخرج من الامر، كانسل. تمام، دلوقتي الامر خلص؟ لا، ما خلصت، لازم اعلم على الشكل دوت واقول له كرييت فورم، لان هو لغايه دلوقتي 2 دي. لما اقول له كرييت فورم بلاقي سوليد فورم وفويد فورم. سوليد فورم هيديني شكل سوليد مصمت، الفويد هيبدا يعمل لي فجوات، يعني لو انا عايز اعمل فجوه في الشكل هختار فويد فورم، بس لازم يكون عندي طبعا سوليد فورم في الاول. تمام، الشكل اتكون زي عمله زي انبثاق او اداله بعد، هيبان اكتر في السكاشن او في 3 دي اهو زي الشكل دوت. ممكن لو جيت هنا قلت له انا عايز اشوف شدت، تمام هيبان معايا اكتر اهي. ده شكل مرسوم من زمان ملناش دعوه بيه. لما اقرب من هنا ممكن تلاقي نفسك بتتحكم في الخط دوت، ظهر لي المقابض دي، اقدر اتحكم في الخط، او ممكن اختار الجنب من الجوانب ابدا اتحكم فيه. يعني ممكن اختار الجنب دوت بلي ان انا اعمل له موف او روتيت، يعني ممكن اديله شكل جميل جدا، امر روتيت اهوت. تمام، الف الشكل دوت باي زاويه، ممكن اكتب رقم الزاويه واحدد النقطه اللي انا هلف منها، مش لازم نقطه المنتصف. يعني ممكن اقول له روتيت، تمام، واقول له سنتر اوف روتيشن واحدد النقطه بتاعتي ان انا مثلا هلف من هنا مثلا، وابدا الف الشكل بتاعي بالشكل دوت. تمام، اتكون معايا الشكل اهوت، شكل سهل وبسيط. تمام، ممكن تكون انت عايز تقسمه، فاقول له هنا ديفايد سيرفيس. تمام، بالشكل دوت، وتحدد انت عايزه كم تقطيع في الاكس، ويعني هنا يو في او اكس واي، يعني مثلا ممكن اقول له 5. تمام، في 3، ده مجرد بس مثال. تمام، بالشكل دوت. ممكن في اي وقت تقول له اديت بروفايل وتبدا تعدل الشكل اللي انت رسمته، او في طريقه تانية هنقول عليها برضو بس خلاص. ده هقول له فينيش ماس. تمام كده، الماس دي بقت موجوده معايا. اروح لماسنج اند سايت، هلاقي عندي ممكن ان انا اعمل وول، احدد الاشكال اللي طالعه ديت اقول له خليها لي وول، وبعد كده الغي الماس عادي بعد ما عملت الوول. تمام، او ممكن اقول له مسج ان سايت، ارجع اقول له انا عايز الروف واحدد الروف بتاعي. تمام، او ممكن وانا برسم الوول اخليه كرتن وول. تمام، كريت روف. ممكن اقول له فلور، لو انا عندي كذا دور يبدا يحدد لي الفلور بتاعي. تمام، هو تقريبا مفيش فلور موجود هنا، مفيش ادوار موجودة كتيرة. طيب ممكن يكون الشكل اصغر من فلور. طيب تعالى نعمل شكل تاني امبلس ماس. تمام، هبدأ ارسم اي شكل انا عايزه بالشكل دوت. طيب كده ده اترسم في ليفل 1، ممكن اخده كده كوبي
تمام، واقول له بيست الاين تو سيلكت ليفل. لو انا عندي كذا ليفل ممكن احطهم عليهم، في مثلا الليفل خليني في ليفل 4. اوكي تمام، تعال نشوفه في 3D. طيب احنا تقريبا بنرسم من غير مقاسات، ف الفرق بينهم مش هيبقى واضح. تمام، ممكن اقول له موف، يعني ممكن يا اما اقول له كوبي بيست واطلعه في الدور اللي انا عايزه، يا اما اقول له موف وابدا احاول اطلع ابعده شويه، او اقول له روتيت. تمام، انا بس بنوضح الفكره. بعد كده ممكن اعلم على الشكلين مره واحده واقول له كريت فورم. تمام، هو بيبدا يرسم بين الشكل الاولاني والشكل التاني. تمام، ولسه برضه تقدر تيجي هنا وتقول له روتيت، تبدا تحرك الشكل زي ما انت عايز. ممكن تعمل سكيل، ممكن اقول له خلي ده مثلا بوينت 2. تمام، بقى بالشكل دوت. فلازم ان هو سهل جدا ان انت تعدل فيه وان انت تظبط فيه زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز اضيف بروفايل او ايدج، تضيف اي ايدج انت عايزها بالشكل دوت. تمام، واي شكل فيهم ممكن تيجي هنا وتبدا تعمل له مثلا موف او كوبي او اي امر من الامر الموديفاي. ممكن نعمل له مثلا زي روتيت للجزء ده بس. تمام، وممكن لما تخلص خالص تقول له انا عايز اعمل فينش ماس، وتقول له انا عايز اعمل الجزء ده حائط برضو. مسكنا سايد بول. تمام،